أستاذ جمال أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهي ما هو مفهوم الدولة. الدولة شعب، مؤسسات، أرض. الأرض نعيش عليها، المؤسسات تقوم بدورها، بقي من؟ بقي الشعب. بالضبط. إلى أي مدى وصل الوعي عند المواطن المصري أو الشعب المصري لأن يكون نسبة الإقبال في مثل هذه الاستحقاقات يتخطى 50 أو 60 أو 70%؟ يعني أعتقد أن الشعب المصري النهاردة قال كلمته واستكمل المثلث اللي جمال بيقال عليه في مشاركة المصريين من صباح اليوم. وهنا نقطة وهنا بالضبط حضرتك، وهنا نقطة احنا بنشيد بيها، ان ايه اللي بيميز 2024؟ وهو وعي المصريين. وعي المصريين ده اللي القيادة السياسية رهنت عليه وقالتها انا براهن على وعي المصريين، والنهارده بيتحقق هذا الرهان على ارض الواقع، فاصبح ثلاث اركان الدولة المصرية في الاستحقاق والعرس الديمقراطي اللي بيمر والاروع ما مر على تاريخ مصر من استحقاق رئاسي لم نسبقه بهذه الصورة المشرفة الأكثر من رائعة. المشهد الانتخابي اللي واضح لنا فيه ان معدلات النقاشات السياسية دايما بتظهر وبيكون في كثافة اثناء ممارسة مثل هذه الاستحقاقات. ازاي تابعت النقاش او النقاشات السياسية الموجودة بين الشباب فيما قبل البدء في عملية الاقتراع؟ احنا النهارده يعني ابسط حاجه خالص، النهارده بقى موجود عندنا لاول مره في تاريخ مصر التعدديه الحزبيه. النهارده الموضوع ما عادش مبني على توجه، ما حدش بيملي حد على مرشح بعينه، بالعكس كل مرشح ابرز البرنامج الانتخابي بكل وضوح وشفافيه، برنامج انتخابي نابع من فكر شبابي، من فكر حزبي، وده شفنا في التعدديه الحزبيه الامر بقى واضح للشباب. الشباب النهارده بينظر لكل برنامج انتخابي من كل مرشح وله الاختيار كيف يشاء. النهارده الشباب بتشارك النهارده بتنظيم قبل الادلاء باصواتهم، ما فيش لجنه حضرتك النهارده شفناها الا لما يكون بتنظيم شبابي. فده اكبر رساله من الشباب على وعيهم وعلى ثقافتهم وعلى حضورهم في استحقاق مهم زي الاستحقاق الرئاسي. حاولت اشوف اكتر من لجنه قبل ما اجي الاستوديو عشان اشوف على ارض الواقع. هو ده الواقع حضرتك، انت حضرتك لو بصيت لكل لجنه من اللجان على مستوى نجوع مصر هتلاقي اللي بيقود التنظيم فيها وهي الشباب. فده دي رساله ومشهد رائع لازم يعني العالم كله ينظر النهارده للجمهوريه الجديده في هذا الاستحقاق، نستغله ويكون بدايه. بالظبط يعني حضرتك، احنا ابتدينا مصر ابتدت من 30 يونيو مصر الجديده فعلا بدات عند عوده الدوله المصريه وكانت هي دي البدايه. والنهارده فعلا احنا بنحصد ما تم انجازه حتى الان من 30 يونيو. فيعني حضرتك النهارده الابهار اللي المصريين النهارده بيبعثوه برسائل للجميع أكثر من رائع، لهم كل التحية والتقدير والإحترام. سؤال أخير في مسألة الوعي، لأن هو أهم شيء في أي جزئية من أو أي استحقاق دايما هو مسألة الوعي. أنت بتشارك ليه وإيه هدفك من المشاركة والهدف البعيد كمان من مشاركتك؟ أنت بتشارك في انتخابات رئاسية لاختيار رئيس لست سنوات قادمة. الوعي اللي وصل الشباب للمشهد اللي احنا بنشوفه النهاردة، ازاي المشهد ده يساهم في بناء المزيد من الوعي ايضا للاجيال القادمه؟ زي ما قلت ودور الحزب طبعا مستقبل الوطن في استغلال الصوره اللي احنا شفناها النهارده. انا زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي ان النهارده المشهد النهارده اللي بيحصل على ارض الجمهوريه الجديده ده رساله وعي زي ما حضرتك والاستاذ جمال في اشدت، والجميع بيشيد بالوعي النهارده للمصريين جميعا. عايز اقول لحضرتك يعني مفيش وعي هيتم الا اذا كان باقتناع، وما اعتقدش ان الصوره دي حد هيعملها الا اذا كان مقتنع ان احنا النهارده عندنا دوله قويه بقيادتها، قويه بشعبها، قويه بكل مؤسساتها. شايفين انجازات حصلت على مدار اعوام 9 عوام الماضيه، عايزين نكمل الانجازات، عايزين نحقق الحلم، نقف على ارض صلبه
نكون قد التحدي اللي العالم كله بينظر لنا فيه. احنا دايما بنتحدى التحدي بالظبط. دي حقيقة. دي الحقيقه. عمرو فهمي اتفضل اخر رساله بس. آخر رسالة. عايز يعني من المنصه الاعلاميه حضرتك لكل المصريين وكل الشباب وكل اهلي واهلي بشكل خاص، ارجوكم محدش يضيع الفرصه، حق من حقوقنا مشروع، الفرصه في ايدينا النهارده، بلدنا محتاجانا كلنا، مش عايزين نتقاعس ومش عايزين المنظر الجميل ده يخلينا نتقاعس، بالعكس ده يخلينا اكثر اصرار وقوه. عندنا مشاريع قوميه عايزين نكملها ان شاء الله.